احنا هنطلع تقرير تشوفوا حضرتكم صورة لمدرسة كيفية تعليمها. نشوف كده التقرير ونرجع لحياتكم مرة تانية. ده كان في التدريب. ابقوا معنا. كان في التدريب. يا مشرفانا يا مدرستنا وانت معانا وزي بيتنا. خوف، بكاء، تذمر، الثلاث سلوكيات اللي بيغلبوا على اي طفل في بداية مشواره في التعليم. لكن المرح والغنى وخلق جو من البهجة كانت هي الفكرة الجديدة لترغيب الطفل في التعليم. مربية ومعلمة ومبدعة اختارت اسلوب البهجة والسعادة عشان تحفز الاطفال على التعليم من غير عصاية او عقاب او خوف. بحب اصلا الاغاني والتأليف، وكان المفروض يعني صوتي كويس وبعرف اغني وكده، فاستغلت موهبتي او حبي للغنى في الشغل. انا بدرس لغه عربيه، فكانت القواعد بتبقى صعبه عليهم شويه، فبدات ان انا الحنها او اعمل لها قصه حدوته، فمن هنا بداوا ان هما يتفاعلوا معايا اكتر. المفتوحه تيجي لاخر الكلمه والاقيها مفتوحه كده اهو. هو مين اللي بيألف وبيلحن الأغاني دي؟ أنا بألفها وبلحنها وبغنيها. الولاد بقوا بيحبوا العربي، بقوا دايما يبعتوا لي، إحنا ما بنفتحش كتب ورا أولادنا، إحنا ما بنعملش وراكي مذاكرة، وبيستمتعوا جدا هما رايحين المدرسة. من وجهة نظرك إيه الحل عشان نقضي على الروتين بتاع التعليم الممل؟ مش لازم أتعامل مع الطفل كأن أنا مدرس، كمدرس لازم تغير طريقتك، لو طريقتك بتنفر الطلبة لا لازم تغيرها، تخليها يعني أبسط. حافظين اغاني ايه بقى من اغاني ميس فاطمه؟ اذهب الى مدرستي، اذهب كل صباح، اذهب كي اتعلم، كي احظى بنجاح. هل في افكار بتحلمي تنفذيها غير الفكره دي؟ انا بصراحه نفسي اوصل لقنوات الاطفال اللي بتذيع اغاني للاطفال، عشان انا عندي كميه اغاني مؤلفاها للاطفال بتعلم منها القيم والمبادئ والاخلاق الحلوه بدل الاغاني اللي بيسمعوها. كي احظى بنجاح. ايه افضل اغنيه بالنسبه لك انت عملتيها؟ انا عملت اغاني كتير حاجات للاطفال وحاجات للوطن وحاجات للام. يا نجوم الليل السهرانه، يا نجوم الليل، ويا قمر يضيق في سمانا وعلى نهر النيل، حبك يا بلادي.